أولئك على هدى من ربهم. الهدى عرفناه في تفسير سورة الفاتحة، وهو الإرشاد إلى طريق الخير والإيصال إلى البغية والمنال الأخير. وقد نكر هنا للتعظيم، أي هدى عظيم لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء بلفظ على، وعلى تفيد الاستعلاء، وهذا الاستعلاء قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. يكون حقيقيا مثل تقول سعيد على السطح أو الكتاب على الرف، وقد يكون مجازيا على فلان دين، يعني كأن الدين قد ركبه وأصبح حملا ثقيلا عليه. فإذا على تفيد الاستعلاء،